غثك خير من سمين غيرك. أول من قال ذلك معن بن عطية المذحجي، وذلك أنه كانت بينهم وبين حي من أحياء العرب حرب شديدة، وفي معركة منها مر معن برجل صريع وهو من أعدائه، فقال الرجل: أمن علي كفيت البلاء، فأقامه معن، وهذا من أخلاق العرب، وسار به حتى أبلغه مأمنه. ثم مرت الأيام وعطف أولئك القوم على مذحج مرة أو على مذحج مرة فهزموه، وأسروا معنا ومعه أخ له مذموم السيرة يضعف ويحمق. فلما انصرفوا إذا صاحب معن الذي نجاه هو أخو رئيس القوم، فناداه معن وقال: هل من جزاء عندك اليوم لمن رد عوادي من بعد ما نالتك بالكلم لدى الحرب غواشي؟ ويذكره بالموقف الأول، فعرفه صاحبيه، أي عرف الرجل كبير القوم وهو أخوه، قال له: هذا في يوم من الأيام من علي وأنقذني بعدما أشرفت على الموت، فهبه لي. فوهبه له وخلى سبيله وقال: إني أحب أن أضاعف لك الجزاء، فاختر أسيرا آخر. فاختار معن أخاه ولم يلتفت إلى سيد مذحج وهو في الأسارة، أو وهو في الأسرى والأسارة. ثم انطلق معن وأخوه راجعين، فمرا بأسرى من قومهما فسألوا عن حاله فأخبرهم الخبر، فقالوا لمعن: قبحك الله، تدع سيد قومك وشاعرهم لا تفكه، وتفك أخاك هذا الأنوك الفسل الرذل. الأنوك يعني الأحمق، الفسل الضعيف المحتقر، فوالله ما نكأ جرحا ولا أعمل رمحا، وإنه لقبيح المنظر سيء المخبر لئيم. فقال معن: غثك خير من سمين غيره، فصارت كلمته مثلاً.